اليوم غندوي معاكم في واحد الموضوع اللي مهم. كيفاش تخلي اي وحده توحشك وتوحشك ديال بصح؟ ولكن تبع معايا مزيان فهادشي اللي غادي نقول لك. اغلبيه منكم كيديروا اخطاء وهادشي عادي، اي واحد معرض للخطا. فاش كتدخل مع وحده في العلاقه في الديبار كتكون عارف هاد الحوايج، كتكون نزق، ولكن نهار كتولي تبغيها وداكشي ما كتبقاش نزق. ولكن انا غنعلمكم باش تبقاو ديما نزوقه، تكملوا على ديك النزاق ديالكم. داكشي علاش الفيديو غيفكركم وغيقول لكم شنو غادي ديروا حتى ولو كنتم متزوجين. هاد الفيديو هذا الناس المزوجين يديروا هاد البلان هذا. يلا نبداو البلان الاول. باش تخلي شي وحده توحشك، اول حاجه كون غامض، وكون غامض بزاف، يعني ما تعطيهاش ديما راس الخيط. هذاك راس الخيط ما تعطيهش ليه، خليها ديما تقلب، خليها ديما تقول هذا خونا كيفاش كيفكر، هذا شنو اللي في راسو، هذا واش كيفكر هكا، واش هذا كيتوحش ولا ما كيتوحشنيش، هذا كيبغي ولا ما كيبغينيش. هاد الاسئله اللي بغيتكم انكم تخليو الدريه تطرحهم في راسها، برمجها. عاش الدراري راك ديروا غلط. راه ملي كتبين لنا بلي كتبغي واو داك الشيء، راه عاد بديك الساعه كتنفر وكتمشي كتبعد. لا برمجها، خليها ديما تفكر واش تخونا كيبغيني ولا لا، واش هذا كيتوحشني ولا لا، هذا فاش كيفكر، هذا شنو باغي، هذا هاد العيبات هادو كيخليوك انك تكون غامض للدري، وعاده باش كتزيد كتولي تبغي اكثر وتوحشك اكثر. البلان الاخر ما تدويش على راسك بزاف، وهاد البلان هذا قدو نربطه بالبلان الاول ديال كون غامض. فاش كدوي على راسك بزاف كتخلي الدري تمل منك، وكتخلي اي واحد يمل منك، ماشي غير البنت، حتى صحابك ما تبقاش تدوي على راسك بزاف تقول لهم انا براسي اللي كنهضر معاكم كان في هاد البلان ديال انا. فالبلان ديال انه كدوي على راسك بزاف هذا كيخرب لك العلاقه مع الدريه اللي انت معاها. فداك الشيء علاش ما تدويش على راسك بزاف، ما تبقاش تعطيها جميع المعلومات عليك. البلان الثالث هو عطيها المساحه. كيفاش عطيها المساحه؟ ما تخنقهاش بزاف، واش انت ما تخنقيش. دابا هادشي اللي كنعطيكم الاخوان راه قد نطابق على البنت والدري. فانت اخويا ما تبقاش مكونتروليها بزاف، ولا ما تبقاش خانقه بزاف، ما تخرجيش، ما ديريش، عطيها المساحه، خلي الدريه تعيش حتى هي، خليها بنت هي تلاقى مع صحاباتها، خليها، فهمتي؟ ما تبقاش مبرزط لها راسها. قالت لك مثلا انا باغي نخرج مع صحاباتي، سيري، ما تقولش لها لا هذه ما تخرجيش، ما تخرجيش، خليها. كل ما خليتيها كل ما مزيان. هذيك مره فهمتي، دير لها داك الكونترول مره بين لها، فهمتي؟ راك هذاك البنات كيعجبهم هذا البلان، ولكن عاوتاني ما تبريسيش بزاف، عطيها تنفس شويه. عطيها، راه كاينين شي دراري مساخيط كتبغي تخرج مثلا الحانوت ولا شي حاجه تسخى، يقول لها ما تسخريش. ودابا عاد كيفاش غدوي مع خونا هذا؟ ما تسخريش، باغي تجيب روشارج؟ لا ما تعطيش تجيب الروشارج، غتبقاي في الدار وانت واش منيتك؟ لا ما ديروش هذا الشيء، لا ما ديروش هادشي، تخلي الدريه تعيش. باغا تمشي تسخر، باغا تمشي تجيب هادي، جا الجوع باغا تجيب طاكوس خليها تاكل طاكو، باغا تاكل شي حاجه خلي البنت تعيش. البلان الاخر ما تدويش بزاف في التليفون، هذوك لي زابيل بزاف ديال الليل اكثر حاجه كتدمر العلاقه وكتخلي الدريه ما توحشكش، هما دوك لي زابيل ديال الليل. تخلي الدريه توحشك شويه صح، تا واش ضروري تعيط لك؟ الا كانت هي كتعيط لك يوميا قول لها عندي ما يدار، وديما بين الله بلي عندك ما يدار واخا انت ما عندك ما يدار. راه هذا واحد البلان، هذا واحد السوك اللي خصك تعرفه. البنت ما كتبغيش شي واحد اللي يكون ما عنده ما يدار. مثلا انت مثلا غير مستلقي، راه ما داير والو، اتعيط لك راه عندي خدام دابا، راه عندي ما يدار، باغي نقضي غراض. هنا تقول الدريه راه ما عندوش غير انا، راه عنده حوايج اخرين. فانت الصاد فهمتي، ما تبقاش معيط لها كاع لي زابي كل ساعه، ابل فيديو، ديري ابل فيديو دابا، اكتيفي الكونيكسيون، ديري ابل فيديو دابا. لا هادشي راه غلط الدراري، فهمتي؟ ما تبريسوش بزاف هذوك لي زابيل بزاف كل ساعه، راه غتملوا بعضياتكم، ما يبقاش ذاك الوحش. ثم خليو ديك المساحه، خليو توحشوا بعضياتكم. هذيك الساعة ولا ساعتين وربعة السوايع فهمتي، هو يفكر فيها وهي تفكر فيه، ناري فينا باش نتلاقاو، غيجي ذاك الشياق وغتعانقوا وانا توحشتك، يعني هذا الشيء كيكون زوين. اما ذوك لي زابيل كيدمروا هذا الشيء. اشنو درتي اليوم؟ مثلا الو كي دايره؟ لاباس عليك؟ كي دايره بيبي؟ الو صافا كلشي بخير؟ اشنو درتي اليوم؟ هو يعاود لها ذاك الشيء كامل اللي داروا اليوم. وانت شنو درتي؟ غتعاودي داك الشيء كامل. ايوا كيبقاو ساكتين اشنو غيديروا؟ غيجبدوا مشكل، فهمتي؟ داك السكوت خاصو بضروري اكتيفيو ديك لابيل، دونك غادي يجبدوا مشكل. ملي يجبد المشكل ما يساليش مشكل، اما هضرين ضروري غتقولي علاش قلتي بحال هكا،
هو راه ما جاش هو ما معناهاش، ولكن الحاج داك لابيل اصلا فهمتي مبريسي غيجبدوا المشكل في داك. راه هادشي اللي كنقول لكم انا راه كطيح فيها باش نقول لكم لا ما بقى نجيب لكم شي حاجه من المريخ اخوت. راه انا درت هاد الاغلاط هادو، شكون داوي بحال هكا تا انا لا واش علاش دويتي معايا بحال هكا؟ علاش قلتي لي بالضبط تا كتفارقوا كاع تقدوا تفارقوا تقدوا تخرقوا شي مشكل ما هوش قد تخرج العيب ويخرج معاك العيب؟ علاش بسبب هاد لي زابيل هادو؟ دوش بزاف على لي زابيل حيت لي زابيل ما بلانش الخوت. حاجه اخرى الخوت ما تبقاش تابعه فيما مشات ما تبعاش، خليها داك البلان انك تبقى تتبعه، وداك الشيء راه كتلاحظ هاد العيب هادي تبعاش خليها، بغا دير شي حاجه خليها فهمتي، حيت داك البلان هو كيقلل من الشخصيه ديالك وكتقول تخونا ضعيف مادام كيتبعني وداك الشيء ما تيقش في راسه. لا بالعكس خليها فهمتي، خليها تعيش حياتها وداك الشيء. واحد البلان مهم راه ندوي عليه انك فاش تكون معاه فهمتي يكون داك لو بروتيكتور ليه، عطاه داك الحمايه، كون راجل معاه فهمتي، خاصك تحس بك راجل، تكون غادي معاها مثلا هادي وهادي هي غادي توحشك شي ملي كتعطيها ديك الحمايه وكتعطيها داك الامان وكتعطيها داك لاموغ وكذا، والله حتى غتوحشك. راه الخوت هذوك الافكار ديال ريد بيل وداك الشيء راه بنادم راه واخد ريد بيل بواحد الطريقه اللي هي غالطه، خاصك تتعامل مع الدريه خايب. راه شوف الا تعاملتي معاه خايب ولا كتهضر معاه خايب والله ما تبغيك، وغاتمشي غتخليك ولا غتنفر منك ولا ما عمرها تدور جيتك، بالعكس عطاه الحب. راه الدريه المفتاح ديالها هو الهضره، هو الكلام المعسول، حبيبه العيبات هذه شدها من يديها شد لها من هنا فهمتي، يبين لها ديما داك ديك فهمتي المسكه ديك التعنيقه ديال انك فهمتي راه هي ديالك فهمتي، هي كتحس بك الحمايه فهمتي، حيت البنت كتبغي ديك كتشعر بديك الحمايه معاك كيف ما كتشعر مع باها. الا شعرتيها بداك الشيء اللي كتشعر مع باها راك صافي راك ملكتي الدريه. عطيتكم دابا افير ناضي الخوت فهمتوا، كونوا رجال معاهم كونوا هادي تهلاو الله والعيبات هادشي اللي كاين. والاخرى هي انك مره فجأة بشي لعيبه فهمتي، تكون هي موحشاك تتفاجئ بشي سون، تجيب لها شي كادو تقول لها يلاه حبيبي نخرجوا شي قهوه شي كافي شي غيستو شي بلان شي مفاجاه، تقول لها يلاه نسافروا فهمتي. هاد البلانات هادو كيبغيو الدريات، فهاد البلان اللي كنتو كديروا هاد العيبات هادو فعرف البنت ماشي غتولي تسطع عليك وتموت عليك، غتولي اكثر بزاف وغتوحشك ديما، حيت غتقول يا انا تسنى ديما ديك السوربريز اللي غدير لها انت فهمتي، كون ديما عندك ديك العنصر ديال المفاجاه. قول لها الو فينك؟ انا في الدار. يلا هبطي لبسي مزيان وهبطي. غتهبط بحال هكا غتكون فهمتي، غتقول لها غتقول لك فين غنمشيو؟ غتقول لها يلا غنمضي عينيك. ما تقولش لها غنمضي عينيك ماشي بالضروره، غتكون غاده بحال هكا وغتطلق عليها الختوري وانت صايق مثلا وكان هذاك الطوموبيل ماشي مشكل، غتعيط مثلا الان درايفر ولا شي لعيبه، داك الان درايفر فهمتي غيوصلكم ديك البلاصه، غيقول لها دابا غنمضي عينيك غتدخلها هذاك خونا. المهم كون مبدع، اما الا كان عيد ميلادها خلاص فهمتي، من غير عيد ميلادها المهم جيب لها الورد جيب لها شي لعيب عنصر ديال المفاجاه شي كادو شي ستون. احبيبه كنت غادي الصراحه في المول نشهي لك هاد البياسه هادي ولا نعطيها لك، هاد العيبات هادو كيموتوا عليهم الدريات مرة تهلاو فيهم، هو هادشي اللي كاين والله يعاون. ما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو، هاد الفيديو راه مهم.